أكثر من 5550 صورة شارك بها محبو التصوير الضوئي من مختلف أنحاء العالم من هواة ومحترفين في مسابقة فضاءات من نور التي نظمها جامع الشيخ زايد، وتمحورت حول العمارة وروعة البناء الإسلامي والتراثي في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد إعلان النتائج للفائزين في حفل كبير في قصر الإمارات، افتتح معرض الصور الخاص بالمسابقة وكيل وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير سلطان ضاحي الحميري، وتحدثت لجنة الحكم عن المشاركات وأهمية المسابقة الدولية. ظهرت عندنا مجموعة كبيرة جدا من الصور، هذه الصور راح يضمها كتاب مؤلف يضم أفضل الأعمال اللي شاركت في النسخة الثالثة من فضاءات من نور. بالإضافة إلى ذلك هنالك نية لإدارة جامع الشيخ زايد الكبير في إعداد مجامع كبيرة جدا من الصور الفوتوغرافية وعرضها في السفارات، في سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة بالخارج. في دورات سابقة المسابقة كانت محصورة على الجامع، يمكن السنة هاي أول سنة المسابقة أصبحت مشتركة ما بين الجامع وما بين قصر الإمارات، هرمين من هرم العمارة الكلاسيكية لغرضين، لفندق على مستوى راقي ولجامع على مستوى راقي عبارة عن منبع للثقافات، تمام، ونقطة حوار لكل المعتقدات اللي موجودة، فالكل مسموح يزور. مثل نفس الموضوع القصر الإمارات، الكل مسموح يزور. The photography is just my hobby. Yeah, I like to take photographs since last 5 years when I came to Abu Dhabi. I work at Etihad Airways as a system analyst and photography is my hobby. I participated in first and second edition and I won some prize in the first edition as well. الصورة تتكلم على إحدى الممرات اللي موجودة في مسجد الشيخ زايد، وتحكي عن قصة مثل ما شفتوا مرأة مع بنتها طالعين من الصلاة. احنا مجموعة شباب مصورين من دولة الكويت جينا لمدة 5 أيام هنا فقط لتغطية مسابقة مسجد الشيخ زايد والمشاركة فيها. حاولت أخرج بنتيجة يعني شيء خارج عن النمطية، خارج عن الصور التقليدية، نظرة شوي مغايرة عن الصور العادية. الفكرة كانت هي صورة بانوراما، يعني أكثر من صورة، حوالي 7 أو 9 صور، بس الفرق أنه كانت بانوراما فيرتيكال أو بالعمودية. يعني ميزت الصورة نفسها عن ثقافة اللغات وأسست لغة خاصة بها وجعلت شعوب العالم تتخاطب باللغة البصرية.